ينزل اللبس من علاقه مباشره مع المطر ماشي مع الصحفي فالصحفي متخفي ما في كلمتين وقاموا بس بتحجيرها حمايا اليوم اللي بيكتبوا واحد الثاني فكاين بعض الزملاء اللي تم اختيار ديال الملاك ويمشيو على التعامل ديال الفرصات وحرصة على ان كل باش يكون تم طبق اعلامي محارب ومساهم في هذا التطوير هذه العمليه ديال الاعلام الرياضي فكاين بعض الزملاء للاسف اللي ما اقتنعش تخوض على الصحفي ديالهم على الصحفي ديالها خاصة كيفاش 50% 40% فقط لأن هنا 50% راه فيها لعيب ولا 50% راه مزيان باش يسد باش نسد المقاولة الإعلامية 20 مقاولة إعلامية خلصات لي بغي على باش يوصل يديرها وكاين عدد كبير لا محدد اللي ما خلصوش اللي ما خلصوش ما قدروش يتحملوا الكلفة ديال الصحافي اللي غادي يمشي يخدم واحد الحدث الرياضي هو وجهه فكيف يعقد هذه القضية ثاني حاجة اولا اتفاقيه ديال اليوم اللي توقعت مع سي عصام القشور رئيس عصبه وطنيه لكره القدم الاحترافيه تجي تفعيلها مترجمه الاتفاقيه اللي كنا وقعناها مع سي فوزي القجاع وفيصل العريشي وسي سعيد وزير وسع القطاع اللي خلينا من خلالها على اننا نتكلفوا بتنظيم تظاهرات التحديات الرياضيه الكرويه للفريق الوطني المغربي والكره الوطنيه خارج ارض الوطن وكان فيها واحد الجهد وهو تنظيم تظاهرات الرياضيه داخل ارض الوطن تتعرفوا ان اللي مكلف بالبطوله الوطنيه هي العصبه الوطنيه الاحترافيه لكره القدم فكان ضروري على اننا نختلفوا واحد اتفاقيه شراكه مع العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه من اجل ترجمه هذه الاتفاقيه الان شهدنا واحد اليوم تاريخي تم الترجمه الفعليه من خلال التوقيع الرسمي لهذه الاتفاقيه هذه الاتفاقيه تم توقيعها من خلالها تنظيم الولوج للملاعب الوطنيه في مختلف الاقسام في الوطن الاول او في الوطن الثاني الشغل الصحفي الرياضي بكرامه عنده باب الولوج خاص به عنده مكان الاشتغال فضاء خاص الصحفيين خاص به المسؤولين الصحفيين عندهم ديجيري خاص بهم داخل الميدان غادي تكون يعني حتى البوز ديال الكافي خاص الصحفيين فهادشي هذا كله ان شاء الله الهدف ديالو هو اننا نطوروا ونرفعوا من ايقاع الممارسه الصحفيه ديال المغربيه خصوصا ان بلادنا مقبله على تحديات كبرى من هذا تنظيم كاس افريقيا الامم ان شاء الله في 2023 بلادنا وكذلك كاس العالم 2030 فهاد الاوراش الكبرى اللي غتكون بلادنا فضروري خاص العمل الصحفي الرياضي يكون في مستوى التحديات الكبرى.